السلام عليكم ورحمة الله، معكم حسين. عنوان هذا الفيديو: لماذا تبرمج الرافعة صفر درجة؟ أتكلم عن نفسي. قبل حوالي أظن أقل من سنة، أقل، عرفت السبب الحقيقي لتثبيت لبرمجة الرافعة صفر. مثال: تجد في الرافعة مثال 300 طن ولا 500 طن ولا 1000 طن، تجد مثال في جدول الحمولة صفر درجة. استغفر الله، اسمحوا لي، تجد مثال صفر وزن مضاد. تقول في نفسك: لماذا صفر وزن مضاد؟ ما يحتاجوش صفر وزن مضاد. تجد فيه مثال حمولات حسب الرافعة، تجد فيه مثال حتى 20 طن، مثال 300 طن تجد حتى 20 طن تستطيع حملها بصفر وزن مضاد. مثال راكم تشوفوا، واحد الصديق او صديق او يحمل في وزن مضاد في الرافعة تاعو وما عندوش وزن مضاد، مثال لاصق في الرافعة، مثال في الرافعة. هذه الطريقة يجب ان تجعل الرافعة تبرمجها في صفر وزن مضاد، فهمتوا؟ نعطيكم معنى اخر. مثال: ترى عندك رافعة، نقول احنا كبيرة او غير كبيرة، مثال رافعة راك تملأ لها في الوزن المضاد، تملأ انت راك في الوقت راك تملأ في الوزن المضاد، ماكش حامله في الرافعة، راك تملأ فيها فقط، راك بعد ما تنتهي من الملء الوزن المضاد راك ترفعه في الرافعة، وبعد ما ترفعه تبرمجه. قبل ان تملأ يجب ان تبرمجه في صفر، برنامج تاع صفر وزن المضاد، صفر طن. اسمحوا لي، راني كنت اعمل، تعرفون قبل واحد الوقت كنت نجعل لكم فيديوهات، كانت كاميرا ثابته واشتريت ديك الكاميرا، اسمحوا لي، خسرت الكاميرا ديك، خسرت رميتها ولات لا تصلح. الان راني ندير فيديوهات قبل بجهاز النقال، ومن حين لاخر اتكلم، ومن حين لاخر امسك هذه تاع التحكم. معناتها ما استطيعش ان قال واحد العامل، قال لي واحد المتبع قال لي ثبت الكاميرا، باش نثبت الكاميرا لازم تولي عندي كاميرا رياضيه، هذيك تلصق في الراس وهذيك تستطيع تثبيتها، انا ما تستطيعش نثبتها، راني اسمح لي. قلت لكم كنت اتكلم لكم على وزن المضاد صفر وزن المضاد. انا شفت واحد الرافعه حوالي 350 طن في اليوتيوب، اكثر من 300 طن، 500 طن هذه رايتها، في سقطت عندها حوالي 7 اشهر في واحد الدوله اوروبيه سقطت. وحسب ما رايت في الفيديو سبب سقوطها انه ما برمجهاش على وزن المضاد صفر. تخيلوا رافعه 500 طن، لو تحسبها بالاورو ممكن حوالي مليونين اورو او اكثر، سقطت بسبب زرين فقط. تأتي هنا تجعل تدابيل بي زيرو، من إذا كانت ليبر أي رافعة تدابيل جدول الحمولة تاعها، مثال تجد مثال وزن المضاد مثل 100 وزن مضاد ولا 70 ولا 60، مثال رافعة نقول احنا مثال 500 طن، ممكن تجد وزن المضاد تاعها 150 طن ولا 160 طن، مثال آخر واحد عمل بها برمجها في 150 طن. أنت باش تدخل وتجعل صفر في, في, في مكان 150 تجعل صفر، تركتها 150، بطبيعة الحال هي تقرأ لك، تقرأ الرافعة آخر ما برمجت لها. انت راه خطأ يجي من عندك، دائما نقول لك خطأ يأتي من عندك. مش حتى الرافعات، حتى مثال طبيب، حتى مثال مهندس، حتى أي عامل يأتي الخطأ من عنده، ما يأتيش الخطأ من الأجهزة. مثال نقول احنا مثال ترونسونيز هذيك، ياتي قدر الله وقع لها مشكل، ياتي الخطا من عندك. مثال راك عندما تبدا تعمل بها وتبدا هي اتركها حره، ما تضغطش عليها كثير حتى ينفجر لك هذاك. كاين نسبه تاع 10% او اقل ياتي من الاله اللي راك تقود فيها او اقل. المهم حسب فهمي ومتاكد 99.99% ما برمجلهاش الوزن المضاد صفر. لماذا؟ عندما تبدا تملا في الوزن المضاد، عندما تملا فيه اول شيء تخرج التلسكوب نصف، تخرج الاول نصف،
الخامس استغفر الله، ان كانت رافعه كبير تخرج السادس او تخرج ما قبل الاخير، لانه ما قبل الاخير هو اللي يحمل لك، او تستطيع لا قبل الاخير لا اول، في جدول الحموله هو اللي يعطيك احسن حموله، فهمتوا؟ انا دايما نقول لكم تتبع جدول الحموله. لم يجعلها صفر، لماذا تجعل صفر؟ نقول لكم لماذا تجعل صفر؟ خاصة الرافعات الكبار، هذا راح يقود في رافعة 500 طن، ممكن هو لم يبرمجه عن دراية أو عن غير دراية، عن معرفة أو عن غير معرفة، معناته ما كانش يعرف هذا الشيء أو نسيه، ممكن نسيه. نعطيك مثال، مثال أنت راك رافعة تقود فيها وما برمجتهاش على صفر، مثال. مثلو تركت الوزن المضاد تركته مثال نقولوا احنا 100 طن مثال. 100 طن تعطيك الرافعة مثال 100 طن. تستطيع اخراج تلسكوب مثال حتى نقولوا احنا مثال حتى 25 مدى، 25 مدى مثاله او اكثر حسب الوزن تاع الوزن المضاد اللي راك مبرمج. لو نفس المكان وبرمجت صفر درجه راح تعطيك الرافعه مثال نقولوا احنا 10 امتار. شوفوا الفرق بين 10 امتار وبين 20 متر. انت مثال راك راح تحمل في الوزن المضاد وجعلته 0% صفر وزن المضاد، وجاءت الشاحنه الى هنا مكان قريب جدا واخرجت تلسكوب واحد نصف نقولوا احنا السادس او الخامس او الرابع خرجته نصف، تكون بجانبك وتبدا تملا تدور وتملا. ها هنا صديقي، ها هنا يملا فيهم، هاك تشوفوا فيه راه يملا، راه السمش ماكش تنظروا فيه. هنا تبرمجها، ما تتركهاش مثال 40 وزن مضاد، تبرمجها حسب واش راه عندك. تبرمجها مثال هذه الرافعة 110 تبرمجها 3 وزن مضاد، 3 طن وزن مضاد، لأنها فيها واحد راكب لاصق من الخلف 3 طن، سجلها 3 طن. هو ماذا فعل؟ تركها في أظن لا أدري، لست متأكد لأني ما رأيتش أنا الجهاز كم تركها، كانت مهم تركها حسب مكان آخر برمجة، ومخرج سهمين نصف نصف. لماذا خرج سهمين؟ اخرج سهمين لانها كانت الحموله بعيده عليه، كان الوزن المضاد تاعو بعيد عليه. اول حموله حمله وهي الطاوله، ياك تاتي طاوله وديك الطاوله ياتي فيها انابيب، تاتي بهذا الشكل وفيها انابيب، ومن بعد تبدا تملا في الانبوب، تملا في الانبوب وزن مضاد وزن مضاد وزن مضاد حتى تمتلئ الى اخر انبوب. اول طاوله حملها سقط رافعه 500 طن، ليبر 500 طن، خسارة كبيرة 500 طن تسقط بسبب برمجة. لا علينا، انت كمبتدئ لازم هذه المعلومة تكون في راسك، تكون في راسك، قدر الله تقود رافعة تولي عارف هذه الأشياء، والله تشوف بعينك رافعة تولي عارف هذه الأشياء. مثال تشوف قائد رافعة يحمل في وزن المضاد في اليوتيوب، تعرفوا باللي راه مبرمج صفر وزن المضاد. وقلت لكم لماذا الها والخطا تاع البرمجه، كاين خطاين قلت لكم، خطا يصغر لك الرافعه مثلا 500 طن، تستطيع مثلا خطا تصبح لك الرافعه 100 طن. ونعطيك مثال اخر، وكانها حافله تحمل لك 60 مقعد، بسبب خطا تصبح ديك الحافله تعود تحمل لك مثال 20 شخص، من 60 شخص 20 شخص. بهذه الطريقه تستطيع فهم ماذا اقول. مثال الخطا الثاني انك ما تحدركش، هاو مشكله الخطا الثاني، وهذا الخطا هو الخطا الاول المفروض مش الثاني. ماذا يحدث لك؟ ان الرافعه لا تحذرك، لو حذرتك ممكن تسمع جرس، ممكن تبدا في الجرس، ممكن تبدا في الاضواء، ممكن العمال يخافون، لكن الخطا هذا راه تسقط بدون اي تحذير، بدون اي تحذير، وهذا الخطا هو تاع البرمجه. كاتو الان كاتو فيها تكلم معك، لكن ثاني في اخطات في البرمجه ما تتكلمش معك، ترميك مباشره. مثلا تركتها 40 وزن مضاد وما كنتش حامل انت في الحقيقه وزن مضاد، واخرجت السهم بطبيعه الحال تعطيك مدى طويل، وتبدا تخرج في السهم، تخرج ممكن بدون حموله قاعد تسقط لك. راه الفيديو اتى طويل، اليوتيوب الان اعطتني كما نقولوا احنا ولا وليت قانوني استطيع ان ابث فوق 20 دقيقه. انتم كمبتدئين ولا انسان اللي راه يتفرج في المتتبعين، ان اردت فيديوهات اكثر من 20 دقيقه ولا اكثر من ذلك
كلموني نجعل لكم فيديوهات ان شاء الله اكثر من 20 دقيقه وتدلوا على خير كفائله. والسلام عليكم ورحمه الله.